مرحبا بكم مجددا بهاشتاق قهوتي. انا زينب الشمعي، صاير لي حوالي شهر ما منزله فيديو، بس كلش فرحت من شفت بانه القناه دي توصل الى حوالي 900 مشترك، فلذلك قلت بانه ححضر لكم مفاجاه وحقول لكم اياها بنهايه الفيديو. طبعا اشكركم على مساندتكم وعلى متابعتكم للقناه. اليوم راح احكي عن اشعاع الخلفيه الكوني وشلون راح يساعدنا بان نعرف بدايه الكون او شلون بدا الكون. يلا خلينا نبدي. هل تعلم بأن أشعة المايكروويف الكونية تحيط بك بكل الاتجاهات؟ نعم، المايكروويف في الكون هو نفس المايكروويف اللي يحمي أكلك، لكن الموجود بالكون هو طاقة قليلة جدا، يعني تحمي أكلك إلى حوالي سالب 270.4 سيليسية، يعني مو كلش خوش فكرة للتحمية. أنت أيضا تقدر تشوف إشعاع المايكرويف بنفسك إذا أنتم من جيل الطيبين، من شان عندكم التلفزيون أبو العتلة يعني بدون ريموت كنترول، وإذا ما مخليه على قناة معينة فحتشوفون وشوشة، وجزء ضئيل من هاي الوشوشة جاية من إشعاع الخلفية الكوني. هاي الإشعاعات هي بقايا كوننا بالماضي السحيق، يعني دا أحكي قبل 13.8 مليار سنة. بس طبعا بالماضي وعند بدايات الكون كان هذا الإشعاع حار جدا وكلش كثيف. تمكن العلماء من قياس هذه الحرارة باستخدام ثرمومتر كوني وهو السيانوجين، نقدر من خلاله نعرف درجة حرارة إشعاع الخلفية في المجرات البعيدة عنه، واللي يعني نقدر نعرف درجة حرارة إشعاع الخلفية الكوني أو طاقة الفوتونات قبل الزمن اللي إحنا عايشين به الآن. من وين أجا إشعاع الخلفية الكوني؟ توصل العلماء أنه هذا الإشعاع أو الفوتونات هي بقايا إشعاعات من كان الكون في حالة كثيفة وحارة جداً صغير، ومع توسع الكون بدأ هذا الإشعاع تدريجياً بالبرود إلى درجة 2.73 كلفن. فإحنا اليوم نشوف بقية هذا الإشعاع من الزمن الماضي. وجود هذا الإشعاع أو الفوتونات بهاي درجة الحرارة معناه أنه أثر باقي عن زمن سابق كان الكون بيه صغير وساخن ومكتظ بالأشعة أو الفوتونات، لأن الكون كل ما اتمدد كل ما زاد طول الموجي للفوتونات وقل ترددها وانخفضت درجة حرارتها، مثل ما هو واضح في طيف الكهرومغناطيس، حيث أنها تنزاح نحو الأحمر كل ما توسع الكون إلى أن تصبح في نطاق المايكرويف. أما كيف نتأكد بشكل دقيق من خلال إشعاع الخلفية الكوني أنه الكون كان قبل أصغر وأسخن، ومعناها بأن الفوتونات كانت طاقتها أكبر، فنقدر نسوي هذا الشيء من خلال أنه نقيس درجة حرارة إشعاع الخلفية الكوني أو هاي الفوتونات في تاريخ سابق عن الحاضر. يعني نقدر احنا نقيس شنو صار بالماضي واحنا عايشين بالحاضر. هذا امر ممكن لان احنا نعرف بانه الفوتونات تنقل بسرعه الضوء، وبالتالي اللي يوصلنا منها يوصلنا منها بوقت متاخر. فلو افترضنا بانه احنا نراقب مجره تبعد عنا مليون سنه ضوئيه، فهذا معناها انه احنا نراقب احداث ونقيس احداث حصلت قبل مليون سنه، لأن هذا الضوء اللي هستوى وصل لنا هو صادر عن تلك المجرة قبل مليون سنة، فدي توصل لنا أحداث قديمة. ولو ربطنا بين هاي المشاهدة وبين ميكانيك الكم، هذا العلم الغريب، رح نوصل إلى نتيجة عجيبة، وهي أننا نرى ونشخص الماضي وأحنا عايشين بالحاضر. يعني إحنا عايشين هسه بالحاضر ونقدر نشوف الماضي. هذا شيء عجيب، كأنه فيلم خيال علمي، لكن هو فعلا حقيقة فيزيائية ثابتة. أما أنه شلون نربط بين ميكانيك الكم وبين هاي المشاهدة، فخلي أجيكم إلى كتاب وهم الإلحاد ونشوف شنو مذكور به. محور ميكانيك الكم يدور حول مسألة أن الواقع هو ما نسجله بالمشاهدة، أو لنقل أن الواقع يتشخص كواقع عندما نشاهده، أي أن مشاهدتنا هي التي تشخصه كواقع وتخرجه من دائرة الاحتمال. هذه المسألة قد تكون غريبة على مداركنا الإنسانية البسيطة في هذا الكون، لأن معناها
أننا نشخص حتى الماضي عندما نشاهده. قد يكون ليس لهذا الكلام معنى في حدود حياتنا اليومية، لأننا نشاهد الحاضر فقط على الأقل كما نعتقد، ولكن على مستوى مشاهداتنا الكونية فنحن نرصد إشعاع الخلفية الكوني، وهو إشعاع فوتونات متخلف من الانفجار الكبير بدرجة حرارة 2.73 كلفن، وعمر هذا الإشعاع هو 13.7 مليار سنة تقريبا. أي أننا لا نشاهد الماضي فقط، بل نشاهد بداية الزمان في كوننا، ونحن نشاهد أبعد نقطة في محور الزمان. فرغم أنه إحنا نعرف بأنه للكون إلى بداية، أو أنه الكون كان كل شيء صغير وبعدين توسع، هاي البداية نفسها مجهولة وقيد البحث. شلون بدت هاي البداية وشنو معنى البداية؟ هل هي بداية دقيقة يعني مثل النقطة بدأ منها الكون، أو أنها بداية مغوشة؟ إذا عجبكم هذا الموضوع تريدون تشاهدون المزيد، فرح أطيقلها بالحلقات الجاية، فتأكدوا بأنه تضغطون على سبسكرايب والجرس، لأنه مثل ما قلتكم إذا وصل عدد المشتركين إلى 1000 فراح أسوي فيديو خاص أجاوبي على أكثر عدد ممكن من أسئلتكم. فإذا عندكم بعد سؤال ما طرحي سابقا فاكتبوا لي بالتعليقات وحقي أسئلتكم، بس أتمنى بأنه الأسئلة تكون أسئلة علمية، أسئلة فكرية، أسئلة ثقافية، بحيث أنه من أقراها أتشجع أنه أجاوب وأنه أطرحها بالفيديو اللي حسوي بيه عن الأسئلة والأجوبة. مثل ما عودتكم أشوفكم الأسبوع الجاي، مع السلامة.